مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظهيرة. يحتفل العالم بيوم إفريقيا الذي يرمز لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وتشكل هذه الذكرى مناسبة دولية لتسليط الضوء على قضايا القارة الإفريقية وانشغالات ساكنتها ومشاكلها. ويعيد الاحتفال بهذه الذكرى إلى الواجهة تعاون جنوب جنوب الذي سعى المغرب خلال السنوات الماضية إلى تكريسه، كما تبرز بهذه المناسبة مواقف التضامن وتلك القضايا التي رفع المغرب بشأنها من أجل إفريقيا، ولا سيما قضايا التنمية والمناخ والهجرة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من وجدة الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول. أهلا بكم أستاذ خالد شيات. بداية، ما هي حالة إفريقيا اليوم؟ فيها جوانب جيدة وجوانب أخرى تحتاج إلى إعادة تركيب وإعادة تفكير وإعادة أيضا السياسات المرتبطة بها. هناك أشياء كثيرة إيجابية في إفريقيا. أولا، إفريقيا كما يعلم الجميع هي إفريقيا واعدة من حيث القدرات الطاقية، من حيث إمكانيات البشرية، من حيث المجال الجغرافي، من حيث إمكانيات استراتيجية. وجودها في قلب العالم إن شاء الله نقول، وفي هذه المناطق الحساسة من العالم، وطبعا إمكانيات بعض الكثير من الدول اليوم التي تحولت بفعل واقع وعملي من دول كانت تعاني من الفقر، من الهشاشة، من المشاكل السياسية، من الاضطرابات الاجتماعية، من نزاعات إثنية وأشياء كثيرة، إلى الدول الآن هي رائدة في القارة الإفريقية. هناك نماذج كثيرة اليوم في إفريقيا تعبر عن ذلك، وهناك دول استمرت في نسقها التقدمي، في نسقها الجيد في المستوى الأداء الاقتصادي، على المستوى الريادة الاقتصادية، على المستوى المنهج الذي تتبعه مع محيطها كما هو الحال بالنسبة للمغرب. إمكانيات، هناك أيضا تحديات إفريقيا يعلم الجميع ترتبط أحيانا بما هو سياسي، بالتحولات غير ديمقراطية إن شاء الله نقول، التي تعكس أيضا بنية اجتماعية ناتجة من مخلفات استعمارية. هناك أيضا أفكار متطرفة هنا وهناك، سواء فيما يتعلق بالجماعات المسلحة أو غيرها، أو في الحالات الكثيرة التي يوجد فيها نزاعات طبيعة سياسية كما هو الحال في السودان وغير ذلك. أيضا تحديات أخرى ذات الطبيعة الاقتصادية، هناك أيضا تحديات الطبيعة المناخية وأشياء كثيرة. ولكن أعتقد أنه اليوم وجود في هذا الملتقى الذي يحكمه اتجاهان إن شاء الله نقول، اتجاه الذي يرى إفريقيا المستقبل من خلال تعاون جنوب جنوب، وفي خلال تعاون اقتصادي أساسا وبناء منظومات اقتصادية على المستوى الإفريقي، على المستوى القاري في إطار الاتحاد الإفريقي، خاصة في إطار المنطقة الإفريقية الحرة، في إطار إقليمي في غرب إفريقيا، في شرق إفريقيا، في وسطها، في شمالها. هذا منهج اقتصادي مصلحي قدم إن شاء الله نقول. وهناك منهج تقليدي الذي يرى في إفريقيا دائما للأسف أنها منبع لاسترزاق سياسي. كما ذكرتم أستاذ خالد شيات، يوم إفريقيا هو احتفالية دولية مهمة تبرز مكانة القارة أيضا في اهتمامات الآخرين، في سياق تنافس في الواقع غير مسبوق على خيرات وفرص إفريقيا. اليوم هل تستفيد إفريقيا من هذه الوضعية التي وجدت نفسها فيها؟ أنا أعتقد أن إفريقيا ستكون جيدة إذا استفادت من كل هذه الإمكانيات التي تحدث عنها بطريقة آنية. لا تحتاج حقيقة إفريقيا لكي يكون هناك أن تكون في محور تصورات جيوسياسية لقوى كبرى، وإن كانت هذه من سنة الحياة إن شاء الله نقول، أو من سنة العلاقات الدولية أن تكون هناك دول كثيرة جدا وقوى عالمية ترى في إفريقيا مجالا استراتيجيا في اتجاهين، اتجاه الاقتصادي ومنبع من منافع الاستفادة والهيمنة الاقتصادية، وأيضا جانب سياسي الذي ترى في التنازعية الدولية التي لازالت قائمة بين معسكرين كبيرة اليوم، لم يكن الأمر بالمعسكر الشرقي والغربي سابقا، ولكن بين الجانب الصيني الروسي من ناحية والجانب الأمريكي الأوروبي من ناحية أخرى. ولكن أعتقد بأن هذه الأمور يمكن أيضا لإفريقيا أن تستفيد منها، بمعنى أن تكون إفريقيا مستجيبة للمبادرات التي تأتيها من هنا وهناك من طرف هذه القوى في شكل برامج وتوجهات اقتصادية، وأيضا أن تكون قادرة في نفس الوقت على بناء هذه المنظومة الذاتية التي تجمع بين مكوناتها الحقيقية. لأن أخيرا أو من بداية إلى النهاية إفريقيا هي وحدة حضارية، هناك اختلافات دينية، هناك اختلافات إثنية، هناك اختلافات لغوية، ولكن منظومتها العامة هي منظومة حضارية
هناك المغرب أيضا ينتمي منه لهذه المنظومة ويساهم في هذا الاتجاه ببناء تصور اقتصادي وتنموي وارتباطات على مستويات متعددة حتى المؤسسات لبناء. على ذكر ذلك أستاذ خالد شيات، هناك نماذج متباينة للتعاون والعلاقات بين الدول الإفريقية نفسها، ليس فقط مع الآخر، بين الدول الإفريقية نماذج كرست الانقسامية، التشرذم والانفصالية، وهناك نماذج أخرى للتعاون جنوب جنوب. ما الذي تقدمه اليوم تجربة المغرب في التعاون مع الدول الإفريقية على أساس قاعدة رابح رابح؟ أعتقد أنا تعقيبا على الشق الأول من سؤالك، يعني أن التطور الذي يرى في إفريقيا كما قلت دائما استرزاقا سياسيا، عندما تأتي قوى كبرى كاليابان كالهند أو كدول الاتحاد الأوروبي أو غيرها أو الدول الأوروبية في أنساق للتعاون الاقتصادي، وترى في منظومة إفريقية إمكانية لنافع المزايا لها على المستوى الاقتصادي، يعني أنها تحتاج إلى إفريقيا، تتدخل هذه النزاعات التي تخدم هي في خدمة الاستعمار على كل حال، لأن لا ننسى بأن وجود إفريقيا في عدم توازن مع قوى دولية فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي خاصة وفي صالح هذه القوى التي تستطيع أن تفرض على الدول الإفريقية وعلى المنظومة الإفريقية ما تشاء من الاتفاقيات من التوزعات. إذن هناك هذه القوى التي تندع نحو ما هو سياسي وتدافع عن الانفصالية وتدافع عن التشتت وتدعي طبعا بشكل بروباغاندي شيئا نقول عن أنها تدافع وتنافع عن قيم وعن مبادئ التي تحملها القانون الدولي. إذن نحن أمام هذه العقلية المتحجرة التي تريد أن تبقي إفريقيا تبعية لهذه القوى أولا. ثم نعتقد أن من الشق الثاني من السؤال أن عندما يقدم المغرب التعاون جنوب جنوب ولا يقدمه للاستشار أو شيء من هذا القبيل، فهو ينزل إلى قمة إفريقيا في اتجاهين، أولا اتجاه ذي طبيعة اقتصادية مصلحية مع كل هذه الدول سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، ثم لا أقول ينزل بمعنى أن هناك هبوط، لا، يتعاون مع إفريقيا في هذه الأنساق أيضا ذات الطبيعة التي تهم كل الأفارقة، مسألة الهجرة، مسألة البنيات الاجتماعية، مسألة التحولات. المغرب يقدم حلول ما يستطيع أن يقدمه من تصورات جيوسياسية متنوعة، وأعتقد أن المغرب شكرا أو ناجح. نقول محسود على التوزيع شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول من وجدة، على كل هذه التوضيحات. بإمكان مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.